بس المكان ده هنسمع منه كويس قوي. حلو. لا يا حاج هشام مش هينفع، مش هقدر انزل جنيه عن اللي قلت لك عليه. حلمت عليا يا مدام امال، ده الكلام برضو اخده وعطى ولا ايه يا حاج مجدي؟ والله احنا هنخلي شويه علينا وشويه عليك لاجل بجيتك. خلاص واني ما هكسرلكش كلمه، بس اهم حاجه نوجه الاجود بسرعه، وشوف بقى عدسة الكل تحب تستلم الفلوس فين، احدانا ولا احداكم؟ وعندكم ده هيبقى فين يا حاج هشام؟ لو عندينا يبقى هنسلمكم الفلوس. الله يخرب بيتك. لا ده هيبقى بعيد عليا، احنا نستلم الفلوس. مش وقت خالص، في حد بيدى للساعة 12 الظهر يعني؟ بعيد عليا برضيك يا مدام، وبعدين ما تنسيش ان التلة هتبقى تقيلة. خلاص احنا نختار ارض محايدة، احنا نستلم الفلوس عند ماشي كلامك على البركة. البركة؟ على البركة؟ اوعى يا فخر، اوعى يا فخر. انت خالص هتضيعي نفسك وتضيعينا، سيب الشبشب ده من ايدي. في ايه؟ انت فاكرة صرصار؟ ده ديك يعني ممكن ياكلنا احنا الاتنين. فهنعمل ايه؟ احنا ما سمعناش ولا كلمة، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ انت فطرتي؟ طب تعالي نفطر. الله ينعل ابو الفلوس على السحاوي اللي تخليني انزل اغري ارانب وراقين. وبعدين هو قال لي الدنيا هتبقى مليانه ارانب وساعه خروج مدارس، انا مش شايف ولا ارنب. هو ارنب هناك اهو. الأرنبة إيه؟ الأرنبة إيه؟ حاسب حاسب! أنا إنسان عادي، إنسان زيكم عادي! ما تصدقوش دي الأرنبة! بالراحة يا عم سكر، بشويش! اسكت بقى ما تقعدش تصوصو كيف إلنا سوي! يا عم سكر، أنت مش قلت إن رجالتك هيضربوا نار على انارب الرجاله بس؟ ضربوا على الستات ليه؟ انا ما حدش من رجالتي ضرب نار عليك، انا رجالتي كانت بتتبادى الاطلاق النيران مع الارانب، هتلاقي ارنب اصابك بالخطا. ايوه صح، انا شفت ارنب منهم بيحط ايده في ظهره كده وبيطلع حاجه كانه بيطلع طبنجه، وبعد كده ما شفتش حاجه. ايه ده؟ قرب رصاصه في اسمر ايديه واخد جزره في وشه؟ هو كان اسمر فعلا، بس موضوع الجزره ده ما شفتوش لان هو كان ملسم.